مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة. الحصيلة اليومية لكوفيد 19 كما كتشوفوا في هذه الأثناء يعني حالة حظر التجول بالمدينة يعني شوارع خاوية إلا الطاكسيات. اليوم المدينة سجلت 7 ديال الحالات وصفر حالة وفاة الحمد لله. البارح سجلنا 9 ديال الحالات يعني كنظن أنه بداية نهاية الوباء بالمدينة كذلك بالمنطقة الشرقية الحمد لله. يعني هذا الشيء هذا كيفرحنا بزاف كما كتعرفوا يعني يوميا كنديروا الحصيلة باش نوصلوا للجمهور الكريم يعني مستجدات ديال الحالة الوبائية في المغرب بطبيعة الحال. ودائما يعني وزارة الصحة مشكورين كي يعطيونا الحصيلة اليومية في المغرب شحال كما كنقولوا حنايا ديال الوفيات وشحال ديال الحالات الجديده بالطبع. ودائما يعني كنكونوا متبعين معهم. اذا اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم الاثنين عن ظهور 656 اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا مستجد خلال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 443802 حاله في المغرب. ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 463490 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 53 حالة وفاة جديدة ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 7538 حالة منذ بداية ظهور الوباء على المستوى الوطني. وتم التأكد من شفاء 1579 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 414972. وتهيب وزارة الصحة بمواطنين ومواطنات التزام قواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا خوتي كما لاحظتوا حتى على المستوى الوطني كان واحد الانخفاض كبير في عدد الحالات، هذا يعني كيبشر بلي انه الحمد لله دزنا مرحله الخطر. بعد ما كنا كنسجلوا 7000 حاله و5000 حاله و4000 حاله و3500 حاله في النهار على المستوى الوطني، مدينه وجده كانت تسجل 350 حاله على المستوى المحلي او عماله اقليم وجده تنقاد. الحمد لله اليوم رجعنا نسجلوا 9 ديال الحالات، اليوم 7. ان شاء الله يا ربي يجي واحد النهار اللي نسجلوا صفر حاله وتمشي صفر حاله كما كانت واحد 3 شهور. الا تعقلوا كانت مدينه وجده والمنطقه الشرقيه كامله كتسجل يعني صفر حاله. للاسف حتى رفعوا الحجر الصحي والناس ما بقاتش منضبطه ورجع الوباء يعني وبكثره، حتى يعني زرع الرعب عند الساكنه ديال مدينه وجده اللي بقاو كيتساءلوا خصوصا القتال اللي كان الحجر الجزئي والعدد الحالات ما انخفضوش. دابا الحمد لله مع تضافر الجهود ديال السلطات المحليه والمواطنين كنشكرهم بزاف. دابا مع اقتراب اللقاح كذلك كنظن انه الخير جاي مع هذه السنه الجديده تاع 2021 ما تكونش ان شاء الله بحال 2020 وتكون يعني سنه اللي تجيب لنا الخير ان شاء الله والاقتصاد يزدهر ديال المغرب والناس ترجع للخدمه ديالها خصوصا الناس تاع قطاع الحفلات وبزاف تاع الامور. ودائما كننصحكم انه دائما يعني الكمامه والتباعد والتعقيم هذا لابد منه في انتظار يعني باش نديروا اللقاح ان شاء الله اللي ما بقالوش بزاف يعني راه اقتربت ساعه الصفر بهذا المعنى هذا. اذا كنتم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه وجده، تحياتي لكم وتبارك الله عليكم وشكرا جزيلا.